السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أعزائي المتابعات. اليوم حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان الصفا والمروة، فأهلا وسهلا بكم في أول حلقات هذا الموضوع والتي ستكون مقدمة. الصفا والمروة جبلان يقعان شرقي المسجد الحرام ويعدان رمزين شهيرين لشعيرة السعي. كان الصفا والمروة أكمه وسط مكة، وتحيط بها بيوت أهل مكة، والتي منها دار الأرقم ودار السائب ابن أبي السائب العائذي وغيرهما. وكان جبل الصفا متصلا بجبل أبي قبيس، والمروة متصلة بجبل قيقعان. فلما جاءت التوسعة السعودية الأولى سنة 1375 هجريا، قطعت جبل الصفا عن أصله جبل أبي قبيس، وأبقت على بعض الصخرات في نهايته علامة على موضع المشعر، وكذلك فعلت بالنسبة لجبل المروة. ولكن لوجود مستويين للحرم في جهة المروة أحدث مدخلان: مدخل أعلى للدور الأعلى وهو مسار لارتفاع جبل المروة في اتجاه الصاعد، ومدخل في الأسفل بقي لاتصال المروة بأصله جبل قيقعان، وقد نال حظه من القطع والتكسير والاختزال من جانبه الشرقي والغربي وفي أعلاه. ويرجع بدء السعي بين الصفا والمروة إلى زمن النبي إبراهيم عليه السلام، حيث تعتبر السيدة هاجر رضي الله عنها أول من سعي بين الصفا والمروة، حينما كانت تلتمس الماء لابنها النبي إسماعيل عليه السلام، فكانت تصعد على جبل الصفا ثم تنزل حتى تصل جبل المروة، وقد كررت ذلك 7 أشواط حتى وجدت الماء عند موضع زمزم، فشربت وأرضعت ولدها. فلما جاء الإسلام جعل ذلك من مناسك الحج والعمرة. الطريق الذي يربط بين الصفا والمروة يسمى مسعى أو مكان السعي، والمسعى الآن داخل في المسجد الحرام نتيجة التوسعة السعودية التي تمت سنة 1375 هجرية. يبلغ معدل المسافة بين الصفا والمروة حوالي 394.5 متر، ومعدل إجمالي عدد الأشواط للسعي 2761.5 متر، وعرض المسعى 40 متر، وعدد طوابقه 4 طوابق بمساحة إجمالية تجاوزت 87,000 متر مربع. انتهينا من مقدمة الصفا والمروة، وانتظرونا في هذه السلسلة العظيمة إن شاء الله تعالى لنبدأ في حلقة جديدة في عن قريب إن شاء الله، نتكلم فيها ونتحدث عن التسمية، سبب التسمية للصفا والمروة، فانتظرونا.